حديث عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث الغلام حينما قال الغلام للملك إذا أردت أن تقتلني فقل بسم الله رب هذا الغلام؟ يا أخي، الغلام ما قتل نفسه، إنما الذي قتله الجبار، فلا تنافي بين الحديثين. الغلام ما قتل نفسه، لكن الجبار بيقتله بيقتله، فالغلام استغل الفرصة ليجعلها دعوة إلى الله، وقال قل كذا من أجل أن الحاضرين يعتبرون ويتعظون ويتركون عبادة الطاغوت إلى عبادة الله، وهو ما قتل نفسه، وإنما الذي قتله الجبار، ولكن الغلام استغل الفرصة فجعل في قتله عبرة للحاضرين. نعم.